الدقيقة 29 فيرنان يسدد، عبد اللوي في التحضير، وفيداد إيبيسيفيتش في إنهاء العملية في شباك مانويل نيور. بايرن ميونخ الذي في 5 من مبارياته الستة الأخيرة لم يقبل أهدافاً، بايرن ميونخ يتفاجأ اليوم في أول نصف ساعة، وكما قلنا شتوتغارت الخطير والخطير جداً في مطلع مبارياته. هذه التسديدة الفارقة وفي الحقيقة مصدر لهدف شتوتغارت، عبد اللوي وإيبيسيفيتش البوسني، قناص ماهر في منطقة العمليات. 10 أهداف فيدال هذا الموسم.